مبروك مبروك. مليك مليك، حرام عليك حرام عليك تسوي فيني كذي. ما يكفي السجن اللي احنا فيه؟ من الصبح قاعده بروحي لا حد يحاكيني ولا حاكي حاكيني قطوه. مبروك مبروك. صباح الخير. اها مبروك محظوظه. أنا في الحقيقة ياي أعتذر لكم، وفي نفس الوقت ياي أقول لكم شكراً على اللي سويتوه البارحة. مش دعوة بلباس. خلاص بقى مبروك، خلاص يا محظوظة. الدكتور شلقان ما كانش يقصد يزعلكم أبداً، بالعكس ده بيعزكم قوي. انتوا ما تعرفوش هو عمل إيه علشانكم. ما يدرون، ما يدرون سيستر مديحة، ما يدرون اني انا كلمت ابو عقيل مدير المستشفى وان امر انه يطلعهم من هني ويوديهم الجناح مره ثانيه. ما يدرون. شلون الحين يبا؟ مبروك مبروك، بتطلعون من هني. ما ودكم تطلعون من هني؟ يوه كيفكم. يلا سيستر يلا 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 يلا. مبروكه دي فرصتكم، اسمعوا كلام محظوظه، اسمعوا كلام الدكتور شرقان وقوموا بقى. يلا يلا، ده حتى كل النازلات في الجناح مستنيينكم وعاوزين يحتفلوا بيكم. يلا 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 قوموا اسمعوا كلام الدكتور، قوموا بقى. سيستر سيستر مديحة خلاص خلاص، ما يبون يوم كيفهم بعد، احنا مش نسوي اكثر من كذي. خلاص خليهم خلاص، امشي امشي سيستر مديحة امشي. حاضر يا دكتور شرقان. يلا يلا. يا دكتور شرقان. نعم. اول شيء تفضلوا، هذه مسجلاتكم انتوا، ظاهر نسيتوها البارح. هذه مو مسجلتنا، هذه مسجلة سيستر مديحة. لا لا يعني اصل انا ماليش دعوه، هم اللي خدوها مني. اللي مالكيش دعوه؟ مو انت اللي عطتينا اياها وعطتينا معلومات عن مرته وساعدتينا، انت تقولين مالي دعوه؟ لا انا مالي، هم اللي طلبوا المعلومات دي عنك عشان عاوزين يساعدوك. الدكتور شرقان، دكتور شرقان، انا اقول لك اقتراح، انت لازم تعاقبها لانها افشت اسرارك. طبعا لازم تجازي الخير بالشر. الظاهر ان في غيرنا وايد ينحاش من الفيران. والله ظاهر كذي. مني هذه نزيله جديده؟ قصدك عاجله جديده، ما قدرت تتكيف مع الميانين اللي برا وتعيش معاهم فياتي هني. الفئران آتية، احموا الناس من الفئران. الفئران آتية، احموا الناس من الطاعون. الفئران آتية. أقول لك اسمع الكلام ولا تقعد ترددني. أنت تسمع الكلام وتنفذ الأوامر وبس.